اهلا اصدقائي، كيداير؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا مزيانين وفي صحه جيده ان شاء الله. وهي الخمو جاجات وانا هاي، قدمتها مساء النور لكم. عليكم. كي داير مع الصحة أصدقاء أختي وأصدقائي وصديقات أختي وصديقاتي؟ لاباس عليكم، هانيين. انا عارفه توحشتوني واشتقتوا لي، ولكن دابا ان شاء الله شديت عطله. عندي 15 يوم ديال العطله وراح لك، وغادي نديرو ليكم روتين في اي بلاصه وحتى في البحر. ياك داكشي علاش جيت نجري؟ حيت قالت لي والله يا الخنزه وما تجيش في العطله، والله ما تجيش عندي لداري، ما تدخليش عندي لداري. وليت خايفه وما نسلفكش هذا السرير ديالي تنعسي فوق منه. صافي دايرين لها واحد الطريقه في هذاك البيت اللي ليها. قلت لها لو بغيتيني نجي اعطيني الكاميرا ديالك نعس فيها. صافي ما نجيش، تنعس حدايا. عاودي تربوني، فهمتي؟ تنعس حدايا شي دا تبقى تدفع مع عندها وحده رجلين طوال تقدرني بهم، ما نقولكش فين توصلني ليه. المهم، وتحيه لكم كاملين كاملين، وكانت وحشكم كاملين كاملين. وهذا باش نقول لكم، غير باش نشرح واحد الغلط بزاف الناس شافوه، لان تيشوفها معنقاني كتبوسني. وهذه الاخت ديالي سميتها الدكاري جيهان، وانا الدكاري حنان، وحنايا خوت وامنا وحده. قالوا لي انا بان ليزبيانات، حنا ماشي ليزبيانات. انا ما ضد، انا ما ضد، ما مع كل واحد الله يعاونه، وكل واحد اللي بغى يكون ليزبيان يكون، اللي بغى يكون ماشي ليزبيان يكون، اللي بغى يكون راجل يكون، اللي ما بغاش يكون راجل ما يكونش. انايا ما كاين رجال وكاين ذكوره، ما كيهمني حتى شي واحد. اللي كيهمني هو راسي، وكنهضر على شخصي. انا كيعجبوني الرجال وما كيعجبونيش العيالات. انا كنقول لكم، وهذه كذلك هو مثال. وهذه راه اختي شقيقتي، وهذه راه اختي شقيقتي، وانا كنقولها لكم. سيت انا قالوها لي في الكومونتير، قالوا لي بان صاحبتك ولا ما نعرف شنو. فما بقاش بزاف الناس كيقولوا لي بانكم هذه. المهم انا غير باش نشرح لكم هذه القضيه. لا شفتونا معلقين، لا شفتونا كنتباوسوا، رحنا خواتات ولا لا لعسنا في الكاميرا مع بعضياتنا. انا راه انا كما كنقول لكم، كنعاود نكرر، كنعاود نكرر مره ثانيه، انا احب الرجال ولا احب النساء. وانا من الفصيله ديال النساء، ديال العيالات، ديال بصح مراه ونص، وهذا اللي كاين. يعني ما عنديش مع البنات. وانايا رانايا كون ما كنتش وعندي بنيته ديالي، وانا ما عنديش، لا شفتوني بانني مراه مطلقه. يعني ماشي هذا كيعني بانني ما كيعجبونيش الرجال، بالعكس. ولكن العيالات ما عنديش معهم، وكما كنقول صديقات صديقات وصافي. يعني عندي صديقات ديالي بزاف بزاف، وكنبغيهم. وتحيه من هنا اليوم كاملين، لا اللي كاين المتابعين ديالي اللي كيتابعوني، لا صديقاتيني على المباشر اللي كيفرعوا لي راسي، كينفخوا لي راسي. انا راسي كيولي هكا كتجي من الخدمه حتى كتجي. اش نقول لكم؟ وهاد هاد الطرمبيه هادي ما خلاتنيش نمشي لاصال 4 ايام. انا مشيتش لاصال، قلت لها نمشي معاهم. شنو درت لها؟ غايف. شنو اخر؟ بغالي اتاكلهم اليوم، ما كنعرفش باش اتعشى. قولي لهم باش اتعشى، خليها مفاجاه. عندي اليوم الصوبه درت لها ما ديال القرعه خضراء. سي انا جيت هنا تولي عندي الاغاظ، غادي ندير ريجيم. ريجيم عرفتي شنو؟ مشات من عندي شهرين دابا واقيلا، ولا شهر ونص تتريني، وقال لك كيشدها هذا تيقول لك اكتئاب، حيت قال لك بعيده عليا اكتئاب، فهمتو؟ اكتئاب، وهذاك الاكتئاب كتشرب كوكاكولا. هادشي علاش؟ لان هي كتشرب المشروبات الغازيه، وكان اللي داس عليه كطحنو كنقول لك بانني شادني الاكتئاب. تتقنط تتقنط فيها القنيطو القنيطينه. المهم انا ندوز نصايب لها الناموسيه السرير ديالها. سوف اجهز لها سريرها، وكما قالوا لي شي ناس، قالوا لي شي ناس كتمشي لي القى، لانني عشت بزاف طنجه. شنو قالوا لك؟ انا ما عشت في دكاله. قالوا لي يا خوتي خاصنا نهضر بالعربيه، يا خوتي ندوي ماشي ندرج، ندوي بالعربي الفصحى. فهمتي عليا ولا ما فهمتيش؟ المهم اخوتي ساجهز الصغير. اخوتي انا غادي ندوز ندوز سنجهز الصغير لاجلنا، للنوم للنوم، وسوف اشارك معكم الصغير يجهز يجهز. غادي نمشي نصايب لهاد الكلبه هادي. نعاونك حتى يلا. ايوا عاوني عاوني، زيدي تعاوني، حيدي داك زيد داك. قلنا ليها حيدي الكاميرا ماشي مشطحي.
سيدي حيد الكعبه شوفي على الشعبي شوفوا غادي شوف اي لونين تحبين الازرق الاحمر الأصحق. انا اختاريت اللون فيوليتا فيوليتا البنفسجي بنفسجي قال لك بغات البنفسجي هذه موف آه زعما غادي نعس معايا الشيخ زايد بنفسجي راه قلت لها الحمار غير بدا الطغائي ديالي حشمتو صح زعما نعس حداك شعلو خان قالت لي قال لي الحمار شوفوا شوفوا شوف دابا هي منين جات دير لي الكاميرا جات جبدت لي لي زون المهم داتني الماكي ديال لي زون وهي تقول لي واختاري لي زون اللي بغيتي بحال زعما كتختاري شي كاتالوج زعما اختاري انا يصاوب بغيتي تنعسي عليه من طبيعه الحال من لي زون بغات شو الناس اللي واصلين بالاناقه دابا الناس اللي واصلين بالاناقه دابا انايا معروف عليا هادشي دابا انا بيتي منين كيكون فين سيمين زعما نهايه الاسبوع كنديك الوان زاهيه كناكل اكل زاهي اكل جيد اكل ولكن منين كيكون وسط الاسبوع كندير لك مي كتبدا التنين باش ما كندير لك حل اللون اللي بحال ديال الحزن كندير اللون ديال الحزن صح بطبيعه الحال ما تبقاش عندك الكال لا ملي توصل نهايه الاسبوع كندير الغوز كندير شي لوينات واخا كنعس بوحدي انا كنعس بوحدي كنهز رجليا هكا وحده ليا وحده لي هانية لا والله لا تحكاتني قالت لك إنا لون بغيتي إنا صغيرة إنا موديل إنا موديل بغات كلارو لا بغيتي البيض عاوتاني عندي البيض ولكن البيض ما خصك تكوني اختي لا ماكية لا والو خصك تمشي توسخي ليا خصني نمشي للحمام عاد نجي نعشي تمشي عندي ما راه غدا غادي نديك البانيو تولكو والله إلا حنا في الوصل ما عندناش البانيو تولكو هما عندهم لا ما حنا سدينو لينا ماشي ما عندنا سدينو بات وجلستها واش وجلست نتكسل اختي محتاجه والله الا محتاجه نجبد شويه وجبدت الصونا بواحد يخرج الهيستريس ديال الاكتئاب كوكاكولا خرج كوكاكولا ديال الاكتئاب ديال كوكاكولا هذيك الاكتئاب ديال كوكاكولا انا في الاكتئاب تمشي تمايا نجبد مع راسي تنهز رجل الفوق رجل لتحت جار ديال الماساج مع راساتي وتنجي تنحل الباب ديال الدار ديالي انا في لاصال صافي ها نتوما اللوينات اللي اخترت لما غادي تقولي لي كتشنق عليا انا وزني يا دادا ما نقولش حالك بحالك بحال عندها غير الالوان مشيت تبدا انا دايري غير ابيض بحال تقولي مشيت عند الماضي انا دايري غير ابيض لا عندك دايره لي ابيض واحد بيت نعاس كله مرسوم اللوحات بحال تقول انا لا غادي نبدل غادي نبدل كلشي غادي نصبغه بحال تقول نعسه مع قويه عندي فاش شفت هذاك جوج التصاور ديال هذاك ديال اش يقولوا لي اسمعني هذاك ديال بانغو ما شفتيش ليه بانغو وما شفتش الكادر اللي غاصب لينا واحد سميتو واحد لاميغو غاصبو ديالو سديم يهودي مغربي ما تيزوطش وبعدين مسكران وما شفتيش الفوق مزيان عايش الحياة وغاصبو بعدا خصك تشوفي والله تنصبرو لك منين نمشي نجيبو دابا نوضي ليكم نمشي من هنا شي من اللي انتي جايه تابعاني طالبه الموف الالوان الزاهيه يا حبيبتي اسي دوماج ما كيخلي ها شوفوا انا كنوعدكم اصدقاء ديالي كاين اللي قالوا لي بغاو هذا كيفاش كان تريني غادي ندير لكم انا وهذه كيفاش غادي نديرو مع بعضنا غادي ندير لكم اليوغا وهي شنو باش وعدتيني اجي جي قولي لهم شكون اللي عنده اخت بحال هذه تدخلها لاصال تريزق بليها تخلص عليها قولي تخلص عليها قولي تخلص عليها والله ما تدخلني ضرب الحسن تاعها سيري يا حنان قولها لهذاك قولها لهذاك خينا اللي كيقول لك قلتي لي يوتيوب لي انا متبجوع سي والله العظيم دائما تخلص ودائما ما تخلينيش نحط يدي ماشي شي حاجه ما خليت اختي كسيتها ما كنتش نهز الكالتا شوف شوف كاغو بارمي هذه قالوا ما انا سادي دوكي دونا كاخي شوفي هذه خشيتي من وشنو بغيت نقول لكم خاف تفكري معايا ما نعرف كنبغي نقول لكم كلشي نديرو لكم هي هادشي كامل ديتها شريت لها كلشي شنو غادي تطري قالي ليا شنو تصايبي ليا وهادي مني هادية الواحد الصديق طلب مني صباعي الاحمر وواحد صديقة من العراق طلبت ليا تبيض اللحم هنايا عندنا غير تسمير اللحم ولكن غادي نحاول ندير لك وحده ديال تبيض اللحم تيديروها هنا الاسبان
يعني كتحيي الطبايع البقع حتى هي غادي نديرها لك ان شاء الله يا ربي، لان غنجلس 15 يوم على الراحه. سي انا عندي الدبلومه في استيتيكا. يلا صايب انت، يلا صايبي صايبي تقعدي تقعدي. سي فاش غادو صافي صافي خليها داك الشيء، خليها داك الشيء هاك انتوما ها شوف داك الشيء لا كلاس. خاصها قال لك لا كلاس. اجري اجري هيا هيا نجري جريا، غطي البصرة وخذ حضرة، انا في الصف انا في الخلف انا يمناك انا يسراك. شكون عقل فيكم على هذه؟ انا يسراك انا يمناك سارع انت البارع. صاموي بيان اي موي بونيتو انتما شوفوا البيوليتا والله الا موي بونيتو. انا غادي نقول لهم انا غادي ندور الكاميرا باش تشوفوا. وانا ستتجبد وانا ستتجبد قلت لك. انتما اصدقائي شتي صديقاتي تا جيت عاد قالت لك من الخدمه عيطت ليا قالت لك لاله جيان صايبي ليا. انتما شنو صايبت لها؟ قال لك صايبي ليا سيدي البغرير وغايف ديال المغرب بالقمح وصايبي لي يا حنان. يلا واش نقول لكم انا؟ ماشي التعدو هذا، هذا ماشي التعدو. ايوا ما عندي ما ندير، هادشي اللي كاين وهادشي اللي عطى الله. وانا صايبت لها هادشي بالزربه وغفل عمرها. دابا انا الريجيم اليوم نقز الريجيم، ناكل ناكل ولا لا؟ قولوا لي جاوبوني في كومونتير واش ناكل ولا ما ناكلش. في الحقيقه خصنا نماركي ولا بدوميناليس ماركي والكرش مزيان. انا ما كيعجبنيش عمليه التجميل نقولها لكم من هنا. المهم اصدقائي غادي نخليكم حتى الغدا ان شاء الله، نحاول ندير لكم فيديو واحد اخر. وهي سبقات نوضي حنين تلبسي بيجامتك، حنين انت سبقات هي يا تجبدات نوضي تلبسي بيجامتك بعدا. ماما مريحه والله لا والله باش تعشي. انا جيت مي كان صاده جيت عيانه والهيستريس جايه، ولكن ما جلسناش ما جلسناش ما جلسناش. انا جيت فرحانه بحال انا اختي ساكنه ف زعما بعيده عليا جايه بواحد الفرحه واحد الكناس ما نعش السيمانه كامله اللي ستريس وطلع وجمع هادي وعندك تنسى هادي ودير هادي ويلي واو. المهم ودابا جيت فهاد الكاميرا طان بونيتا، هاد الكاميرا زوينه مريحه. مريحه نبي حالك لا بغيتيش نبي حالك ما غاليهش بزاف. باهي واحد 4000 فوق وديها باهي. لا خصني نديرها في المزاد العلني، اللي بغى اللي بغى هذا السرير ديالي نبيعو ليه. المهم اصدقائي غادي نعس فوق حتى انا، ولكن راه انتيا زعما شكون انتيا اللي نعس فوق؟ انا اللي نعس فوق ديالي جهه فاشن. المهم يلا اصدقاء ديالي غادي نخليكم غادي نمشي ونكملوا باش نتعشاو ونكملوا عشانا وتصبحوا على خير وحتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله. غنحاول غدا ندير لكم فيديو وعرفوا بانني كنبغيكم بزاف كنشتاق لكم بزاف وكندير لكم قلوبه دائما لانني كنبغيكم بزاف. التعليق ديالكم كيفرحوني وحتى الفيديو واحد اخر والى اللقاء تصبحوا على خير.